رجعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة وبرنامجكم بالدعاء. أنا طبعا لسه خارجة حالا من الجيران من المطبخ، عشان كده حاسة بقى إن أنا إيه مستمرة على الهواء، فرجعت لكم أنا دعاء بقى مرة تانية لكن في برنامجي بالدعاء. أهلا بيكم وبرحب طبعا بالشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بيك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لينا جميعا يا رب. واحنا طبعا فقرتنا دي هي الفقرة المفتوحة اللي هناخد فيها أسئلتكم وتليفوناتكم. معنا أول تليفون، فاطمة أهلا وسهلا. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازاي حضرتك يا دكتورة دعاء؟ ازيك يا حبيبة قلبي؟ لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ اتفضلي يا فندم، تحت أمرك. لو سمحت دلوقتي أنا عايزة أكلم حضرتك وعايزاك حضرتك تسمعني لأن أنا في مشكلة. اتفضلي يا فندم. تمام. انا دلوقتي انا متجوزه من 3 سنين. تمام. انا متجوزه من 3 سنين، وبعد ما اتجوزت ب3 سنين قعدت مع جوزي 8 شهور في مشاكل وفي نكد وكلام من دوت. بعد كده هو سابني وسافر. بعد ما هو سابني وسافر بقى في خلافات بيني انا وامه وابوه جامده جدا، وهو بقى هو يسمع لامه وابوه في التليفون، وهو يكلمني في التليفون يشتمني، بالرغم من هو ما كانش سايب معايا تليفون، انا كنت بكلمه من تليفون اخوه. كان يكلمني عشان يشتمني واحكي له، اقول له مثلا امك عملت، يعمل على التليفون حظر ويقعد هو هناك ويسيبني انا مع امي وابوي يشتموني. المهم انا مشيت عند ابويا زعلانه وانا حامل في الشهر الثامن، ولدت عند ابويا بنت، وقعدت زعلانه في بيت ابويا 7 شهور. وهو ده كل ده بره؟ قعد 7 شهور بره. جه في رمضان اللي فات، بعد ما جه في رمضان اللي فات انا قعدت مرضيش يجي لابويا، وانا كان معايا بنت وقلت انا هربيها ومش عارفه ايه. بعت لي اخته، جت اخته وجي معاها راجل، جم خدوني من بيت ابويا هنا، ولا هو راضي يجي لابويا ولا هو ولا ابوه ولا امه. المهم انا روحت ورضيت بالامر الواقع، وعشت والله العظيم وعشت معاه بما يرضي الله. اولا اول ما روحت مرضيش يقعدني في الشقه بتاعتي، قعدني في بيت مكسر، في بيت يعني انا اسفه بيت بتاع البهايم، قعدت فيه نزل فيه سرير الاطفال، وربنا شاهد على كلامي، نزل فيه سرير الاطفال وفضلت قاعده فيه، وقلت زي بعضه عيشي عشان خاطر معاكي بيت. عشت، بقيت امه تطلع في الشارع تمسك فيا وتقول لي يا ربيت الشوارع يا اللي فيكي يا اللي فيكي. هو يبقى جاي شغال اقول لامك عملت كذا، يكسر عليا جردل الزباله ويضربني برجله. هو انت اصلا بعد كده يضربني تاني، امه تمسكني تضربني بالاقلام على وشي، وهو يجي جاي برجله ويجي ناطط نازل ضرب فيا، كنت انا في الوقت ده حامل، ممكن كان يقوم يضربني على اتفه سبب. ابوي يبقى واقف وهو بيضربني، ابوه ما يقولوش لا عيب دي بنت ناس. قطعوني من ابويا، قطعوني من امي، قطعوني من اخواتي. شفت امي في الشارع هي واختي، اختي كانت تعبانه رايحين مودينها للدكتور، بقيت انادي على اخويا واقول له استنى انا عايز اسلم على اخويا حمايه راكب على المكنه وانا راكبه وراه، يقول لي اوعي مش هتسلم عليهم، لا ما تسلميش عليهم، لا انت مش هتشوفيهم. طب بقول لك ايه يا فاطمه؟ قولي لي. انت من الاول انا دلوقتي زعلانه في بيت ابويا، بقالي انا تعبت، هو سابني وسافر وانا كنت تعبت. وانت ليه مستحمله؟ وانت ليه مستحمله الضرب؟ انا كنت مستحمله عشان خاطر كان معايا طفله وقلت لازم انا اربيها. مفيش حاجه اسمها كده يا فاطمه، في حدود يا حبيبه قلبي. طيب ماشي، هو بتستحملي الضرب يعني؟ هل تستحملي الاهانه؟ انا دلوقتي خلاص انا طاقتي نفذت، انا دلوقتي حامل في الشهر التاسع تاني، هجيب بنت على البنت اللي معايا، وانا دلوقتي زعلانه. بتحملي ليه تاني اصلا؟ بتحملي ليه تاني؟ انا كنت باخد وسيله وحملت عليها. ماشي، قدر الله ولا قوة إلا بالله. طيب أنا دلوقتي أنا كده، أنا لو اتطلقت ذنب البنات دي في رقبتي، لأن أنا ذنب إيه؟ أنت أنا جبت آخري من كل حاجة، أنا عملت كل حاجة عشان أعيش، أنا ولحت صوابع العشرة شمع ليه والأهل. بصي يا فاطمة، ما طمعش فيه ولا في أهله، هو ابن أمه وأبوه. كان واضح من الأول. قسما بالله كانوا بيكلموا وهو في السفر، يقولوا له عملت كذا 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 كذا، يكلمني عشان يشتمني بس. طب بصي يا فاطمة، بصي يا حبيبة قلبي، هو كان الموضوع واضح من الأول خالص، صح؟ صح. طيب وانتي عشان كده عرفتي أنا دلوقتي حامل في الشهر التاسع. طيب بصي يا فاطمة اسمعيني، أنا احنا فهمنا كل القصة. هو من طيب الأول دلوقتي معلش، ممكن ماما عندها سؤال ممكن تقوله؟ لا 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 استني بس، استني احنا ما خلصناكيش عشان نخش على ماما، اصبري. انتي دلوقتي يا قلبي عرفتي من الأول خالص الموضوع، وفهمتي بعد الثمان شهور دول ورحتي عند اهلك، هما
ما حتى ما راحوش عشان يصالحوكي، يبعتوا لك اخته، لا ما كانش المفروض سنة ترجعي. لا شهور ما كانوش بيصرفوا على البنت، ولدت بنتي وعملت عمليه في عينيا وده كله من مع ابويا، وهما ما كانوش بيبعتوا لي جنيه. تمام، فكل ده واضح ان هم ايه، ناس مش كويسين، ما يعرفوش مش ربنا خالص. تمام، لا هو ولا اهله. جيت انا بعديها كلمته في التليفون، جيت انا بعديها كلمته في التليفون وبقيت اكلمه واقول له يا فلان انا هعيش، انا هحترم شبشبك والله هعيش عشان اربي بنتي، عشان اربي البنت، والبنت ما تتيتمش في حياه ابوها. طيب على اي حال يا فاطمه، انت رضيتي؟ نعم. رضيتي في الاول بالاهانه، خليني اقول لك الكلام ده وممكن الكلمه تكون موجعه شويه. انت رضيتي بالاهانه، الشرع الشريف لا يقبل ابدا على الاطلاق ان الزوجه يضرب زوجته بهذه الطريقه على اي حال من الاحوال. يعني الحاجة التانية إن حماتها أو أم الزوج تبدأ تضرب الزوجة بالطريقة دي ويبقى فيه إهانة بالطريقة دي. لا، هو في النهاية أنت إنسانة معززة مكرمة، لك كل الحقوق وعليك واجبات، وربنا سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف، فإذا انتفى المعروف وحصل الضرر جاز الطلاق. يعني إذا انتفى المعروف حصل الضرر جاز الإيه؟ الطلاق. طب وأنا عندي ضرر؟ أو عندي أضرار كتيرة جدا. أنا عندي يكون إن هو بيسيبني بالطريقة دي بالسنة والأكتر كده وما أعرفش عنه حاجة. حاجة تانية إن هو بيمد إيده بيضربني قدام أهله وبعدين بيسيب أمه تضربني بالطريقة دي، كذلك الأمر، فده ضرر. الحاجة التالتة إن هو السكن مش السكن اللي انت دخلت فيه، لا ده اداكي سكن تاني زي ما انت قلتي أعزكم الله، يعني لا يصلح للبهائم، فده ضرر تالت. فانا عندي انواع من الضرر دلوقتي مترتبه عليكي انت، منه ومن اهله. آه طبعًا، مش منه هو بس طبعًا كمان طبعًا طبعًا. يعني حاجه صعبه قوي. هل ده دي اسباب يجوز منها الطلاق؟ يعني اذا وقع هذا السبب يجوز للمراه انها تقول والله انا محتاج ان انا اطلق؟ الشرع الشريف قال الكلام ده، الضرب ده سبب يا استاذه دعاء وقع عليها الضرر، فيجوز ان هي تطلب الطلاق للضرر. الحاجه الثانيه السكن، يجوز ان هي تطلب الطلاق للضرر. الحاجة الثالثة الإهانة وإن هو بيسيبها بالسنة والسبع شهور، كذلك الأمر يجوز طلب الطلاق. طب والزوج ده إيه بقى عقابه عند الله عز وجل؟ ده دي قضية تانية بقى. أولا ظالم، أيوة ظالم، والحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. اثنين، في كلام ابن مسعود إن المرأة هتفرح يوم القيامة وهي بتاخد بتلابيب جوزها كده اللي كان معذبها وضربها، وقرا الآية فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تقول له يا رب أنا عاوز حقي من المفتري اللي كان بيضربني ويظلمني ده. ربنا يهدي. الخط قطع، حاولي تكلمينا مرة تانية عشان كانت مامتك عايزة تسأل سؤال. إحنا معانا سارة، أهلا وسهلا. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. إزيك يا أستاذة دعاء؟ الحمد لله. وأنت طيبة؟ إزيك يا شيخة أحمد؟ الحمد لله. ادعينا كده ربنا يسترها معانا يا شيخ احمد. الله يسترها معاك ومعانا. انا بنتمنى من ربنا ان ابني يكون زي حضرتك. ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه يا رب. امين. انا عندي مشكله بالله عليك بس اسمعني براحه. انا بسمع. انا جوزي صايم. جوزك بس إيه؟ انا جوزي صايم. صايم بس صوم بضرب وبشتيمه وباهانه. لو كلمته كلمه يا شيخ والله بيضربني، والله العظيم بيضربني. لو قلت له حاجة بيضربني. قلت له كده يجوز بالصيام يا شيخ؟ كده هو ده الصيام ده؟ هو ده الصيام بقى؟ هو فاكر انه بياخد ثواب على كده؟ اهانة وشتيمة، ويشتمني باهلي ويشتمني بابويا، وانا ما والله ما برد عليه، وحياه بنتي التعبانة ما برد عليه. انا بنقول الله يسامحك. هو المفروض يسيب البيت بقى في رمضان. قلت له الصيام مش غصب حد، انا كده بناخد ذنب يا شيخ. الصيام مش ايه؟ انا قلت له الصيام مش غصب حد ان هو يصوم. لما انت كده يعني اصلا. فهمتك. انا كده يا شيخ بناخد ذنب. لا، انت المفروض تقولي له اطلع بره البيت في رمضان. روح اقعد عند اهلك وخلاص وسيبني في حالي. والله العظيم وحياة ما تعيطيش يا سارة. والله العظيم اهانه وضرب وشتيمه، وبصي كل ما تتخيلي يا حبيبتي، وقدام عيالي يعني قدام بنتي التعبانه دي، وقالي نبقى تعبانه على وتقولي معلش يا ماما بس ما تسيبينيش وتمشي والنبي. قولي نعمل ايه بالله عليك؟ اديني حاجه. قولي نعمل ايه؟ ادعي لي ان انا ربنا يصبرني كمان. لكن بصي يا ساره، لكن انت ما اتكلمتيش معاه فعلا ان اثناء رمضان لو انت ناوي تكمل صيام بالشكل ده، الله اعلم ده ربنا يقبله ولا لا. بس كتير والله. ايوه، ان هو يروح عند اهله في الوقت ده، او انت تاخدي عيالك وتروحي عند اهلك لحد ما يخلص.
قلت الكلام ده، قلت الكلام ده، بس لازم يبقى في حلول. بس انا عيالي عندهم امتحانات دلوقتي في المكان اللي انا فيه. طب انت دخلتي اهله او اهلك، ولا هو كل سنه كده في رمضان؟ بص يا استاذه دعاء، هو كده وطبعه كده، هو رمضان غير رمضان كده يعني. طول السنه كده ولا كل سنه في رمضان؟ لا بس زاد اكتر في رمضان. طول السنه هو كده اصلا. ايوه احنا هنظلم يا ساره، احنا هنظلم رمضان ليه والصيام ليه؟ الصيام ده الواحد بيبقى صايم وهو بيبقى مهدود يعني خلاص خلقه اصلا. الشيخ احمد مش قادر يتكلم من الصيام، ضحكتني. يقول لك الواحد بيبقى مهدود حلو، الناس دي ربنا يهديهم، جابوا طاقه الشر دي منين على رايك يا شيخ احمد؟ والله العظيم. لكن هو القضية يا سارة ان هو سواء في الصيام او في غير الصيام هو لا يجوز للإنسان، وده دايما نقولها يا جماعة. وانا يعني فضيلة مولانا الامام الدكتور احمد طيب هو دعا الى التشريع يمنع يبقى تجريم ضرب الزوجة والإهانة بالطريقة دي، صح كده. واحنا عندنا للحاكم ان يتدخل في هذا الأمر المباح في قول الله عز وجل واضربوهن، إذا ساء الناس استخدام هذه الآية، يعني إذا أساءوا الاستخدام ده من حق الحاكم أن 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 يمنع، أن يمنع. والكلام ده على فكرة عشان بس الجماعة اللي هم اوعى بقى وبتاع وكأن يعني ما شاء الله يعني مقطعين السمك وديلها في دين رب العالمين. اقرأوا، أنا بقول لكم أهو، روح عاوزين نقرأ، بس نقرأ لله. أصل دي لو بنتي، أنا بقول لكم لو بنتي وجوزها بيضربها بالطريقه دي انا قطع رقبته، صح؟ وكل واحد فينا هيقول الكلمتين دول. ما يجيش بقى يجي على مراته الغلبانه دي ويروح ضربها وكسر لها عظم ومرلمها وشها ومش عارف ايه، ويقول لك اصل الشرع بيقول واضربوهن. يا اخي انت تتألى على الله عز وجل، بطلوا افترا بقى وكذب على الله عز وجل. سيدنا الشيخ الطاهر ابن عاشور عند قول الله عز وجل واضربوهن، واقرأوا ويا اخواننا، انا بقول راجعوا ورايا، لو انا بقول الكلام ده غلط قولوا الشيخ ده ما بيفهمش حاجه، خلاص. في كتاب التحرير والتنوير لما قال نفس الكلام اللي هقوله ده، اذا اساء الناس الاستخدام الضرب ده يا استاذه دعاء فمن حق الحاكم ان يمنع. ما بتجيبش الكلام من عندنا. وهذا قول عطاء رضي الله عنه، هذا قول عطاء. ده الواحد بيبقى صايم مش قادر يتكلم او مش قادر اطلع النفس، انت قاعد تضرب وتشتم وبعدين يقول لك يا اخي سبحان الله الصيام ده هو امساك عن الطعام والشراب عن شهوتي البطن والفرج، بس ده سواء صيام العوام. طب واللغو؟ طب الرفث؟ طب الكذب؟ ده انت متخيل ان بعض الائمه زي سيدنا الامام الاوزاعي او سيدنا ابن حزم مثلا، وروايه عن ابن عباس وروايه ايضا عن عائشه رضي الله، ان الكذب وقله الادب دي ممكن تفطر كمان الصائم. وهو الجمهور بيقول تفطر يعني تقلل من ثواب الصائم، تقلل من الثواب، بدل ما تاخد 100% تلاقي نفسك في الاخر واخد 40-30%. رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والايه، الا الجوع والعطش. الصيام انت بتحقق معنى الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراه. طب ربك اللي شايفك ده، ربك الكريم اللي شايفك ده، اللي قال لك اياك ان تمد يديك على المراه بالصوره دي او اللي انت تسبها وتشتمها بالطريقه دي، انت حققت كده معنى الاحسان؟ ده انت لا حققت اسلام ولا حققت ايمان ولا حققت احسان. ومحتاجين نصفر العداد ونبدا نتعلم اسلام قالب باء اسلام من اول وجديد. اذا كان يعني الصيام ان انت بتصوم عن الحاجات الحلال زي الاكل والشرب، مش هتصوم عن الحاجات الحرام؟ ويقول لك اصل انا صايم. يعني انا صايم؟ ما صايم ده المفروض بتمسك نفسك، انت بتمسك نفسك اصلا عن الحلال، فمن باب اولى عن الحرام طبعا. ربنا يهدي. ام كيان اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا استاذه سحاب. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ازيك يا استاذه احمد؟ الحمد لله بخير والله، الحمد لله. معلش يا استاذه احمد، عايزه منك سؤال. هو انا ست بيات، لما بعمل الشغل البيات عشان عيالي وكده. بس علي صوتك شويه. لما بعمل شغل البيات وبعمل العشاء عشان لما جوزي يجي وبسبح عيالي وبحميهم وبلم البيت وكده، بس انا مش بستحضر ان هي ديار الله، فبعمل عشان خاطر جوزي يجي لقي عشاء. طب بصي ام كيان، علي صوتك شوية واتكلمي براحة عشان نفهم الكلام. انت بتقولي ان انت بتعملي كل حاجة في البيت، شغل البيت والاكل وولادك وتحميهم ومش عارف ايه، صح كده؟ بالظبط. بس مش بستحضر ان نية ان ربنا يعني اللي دي عبادة، بعملها عشان خاطر جوزي يلاقي عشي،
بعملها علشان خاطر عيالي يبقوا نضاف كده. طيب ما كل دي نوايا، كل دي عليها ولا لا؟ كل دي نوايا صالحه وبتاخد عليها الاجر، ليه بتستقل يعني كل العمل ده؟ يعني كل ده باخد عليه الاجر؟ طبعا اجر كبير جدا، انت ليه تستقل الامر ده؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام لما قال دينار انفقته على اهلك، دينار انفقته على نفسك، ان تطعم اللقمه حتى تضعها في فم امراتك. هو انا بقى ايه اقعد اقول والنيه كنها بتعمل الكلام، انا بعمل الكلام عشان زوجي يبقى كويس وعشان اولادي يبقوا كويسين. ده يعني سبحان الله من الاعمال العظيمه جدا. فانت ليه تستقل العمل ده اصلا؟ هنطلع فاصل يا شيخ احمد ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدي. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر، وأنا بقدم الفقرة دلوقتي افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمله، يعني ربنا بيبقى فتح لنا أبواب الطاعة وأبواب القبول وبيبقى مقبل على عباده. باب زي باب الخير مع مؤسسة فذكر، أول ما العبد يمشي وينصرف عن الباب ده ربنا سبحانه وتعالى ينصرف، فاوعى تقفل باب الخير بنفسك. برحب تاني بضيفنا الشيخ أحمد الملكي، أهلا بيك مرة تانية. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب، واجعلنا كده دايما يا رب دلينا على الخير. امين يا رب العالمين. الواحد بيفرح لما بيكون في فقره الخير، خاصه مع مؤسسه فذكر، واحنا بنشوف الجهد اللي بيقوم به القائمون على مؤسسه فذكر، جهد عظيم، سواء في مبادرات اللي هو مبادره الستر بقى، مبادره الشفاء، حتى الوجبات الطعام وان كانت يعني بتبقى الوجبه بسيطه، لكن هي بتقول للناس ممكن تساهم معانا، وجبه ب 75 جنيه ممكن تساهم معانا في ادخال السرور على انسان مسلم، او بناء المساجد، او حتى كرامة الإنسان. لمؤسسة فذكر عملت حاجة عظيمة جدا، إن هي بدأت تنفق على أسر اللي هي 1000 جنيه شهرية، فيعني جزا الله خيرا القائمين على المؤسسة، وكل ده بفضل السادة المشاهدين وبفضل أهل الخير، وأنا عاوز أقول هم مش أهل الخير بس، هم أهل الله. احنا دلوقتي هنبدأ كده ونشوف أول تقرير خير وإطعام الطعام مع مؤسسة فذكر، ونرجع لكم مرة تانية. كل واحد فينا ليه طريقة تفكير، بس الأكيد إننا كلنا هنتفق على الزكاة مع فذكر، وبفضل تبرعاتكم مؤسسة فذكر قدرت توصل الفرحة لكل صائم بوجبة إفطار. شارك معانا في إفطار الصائمين من أهالينا المستحقين في كل مكان. سعر الوجبة 75 جنيه. رجعنا لكم مشاهدينا، وارقام التليفون اللي بتفضل على الشاشه قدامكم طول فقره الخير يوميا دي ارقام تليفون التواصل مع مؤسسه فذكر، عشان مثلا اللي عايز يساعد زي كده ما شفنا التقرير اطعام الطعام، الوجبات في رمضان او كراتين رمضان او حالات الستر اللي احنا بنعرضها التقارير في البرنامج، او الشفاء او الشفاء او المسجد المساجد. صحيح. او واحد يقول انا محتاج ان انا اتبرع اعول الاسره، ما فيش مشكله. خلينا نقول الحمد لله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن التقرير على بساطته اللي هو قضية بس اللي هو زي ما احنا بنقول كده إدخال الفرحة، اللي هو إدخال السرور على إنسان. تخيلي ممكن أي إنسان في ظل الغلاء الناس عايشاه، وبتلاقي الإنسان ممكن بيفكر 100 مرة يا أستاذة دعاء هو النهاردة أنا ممكن أأكل ولادي إيه، فتلاقي ربك الكريم سبحان الله يعني أرسل له يعني خيرا من عنده، فتلاقي مؤسسة فذكر في الطريق ما يعرفوش ان المؤسسة دي نازلة ولا حاجة، هم بدأوا يوزعوا على حالة المكان اللي هم موجودين، وكان حالة يسودها الفقر،
فيبداوا يدوا الوجبات دي. الوجبه تتكلف 75 جنيه مش حاجه يعني، ممكن واحد يتصل وان شاء الله باذن الله، وانا اطلب ده من مؤسسه فذكر ان مساله الوجبات دي تكون مستمره باذن الله تعالى بعد رمضان ان شاء الله باذن الله تعالى. ليه يا استاذه دعاء؟ لان انا في النهايه افضل من افضل الاعمال اللي تدخلني الجنه بسهوله ويسر اللي هو قضيه اطعام الطعام. كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايها الناس افشوا السلام، وحتى دي ما بنعملهاش. انت عارفه لما بتمر على واحد ممكن يبقى عينك في عينه كده وما تقوليش السلام عليكم حتى لو عارفاه يعني، والناس ما بقتش سبحان الله تلقي السلام. لكن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول افشوا السلام، لان السلام ده معناه ايه؟ السلام اللي هو انا اعطيك السلام، اعطيك الامان، فيبقى في يعني حب متبادل بين الطرفين، في امان متبادل بين الطرفين. افشوا السلام. طب وايه تاني؟ ويقول النبي عليه الصلاه والسلام واطعموا الطعام. أطعموا الطعام، لأن الإنسان يحيا بالماء وبالشراب وبالطعام. يا أستاذ الدعاء يجي النبي في النهاية يقول عليه الصلاة والسلام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة. شوف الكلمة إيه يقول إيه، مش بصعوبة مش بمشقة، لا بسلام. فكأني أنا لو شاركت في حاجة عمل زي كده أدخل الجنة بسهولة ويسر. أيوة تدخل الجنة بسهولة ويسر. ورب العالمين قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، هي إيه دي؟ يقول فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. سبحان الله. احنا عندنا تليفون، معنا تليفون جالنا دلوقتي فقرة الخير. ام علاء اهلا وسهلا. ايوه ايوه حبيبتي اهلا وسهلا. حبيبتي ازاي؟ اهلا بيكي. اهلا يا حبيبة قلبي. انا الحاجة ام علاء. اهلا بيكي اتفضلي. بصي يا حبيبتي انا عايزة اعمل بير على روح جوزي. ما شاء الله ربنا يتقبل منك يا حبيبتي. ربنا يرحمه رحمه واسعه يا رب. انا عايزه ادي الشيخ في ايده. الشيخ اهو معايا. المقر بتاعهم فين بالظبط؟ حاضر يا ماما حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في عمرك ويرحم زوج حضرتك ويجعله في ميزان حسناتك يا رب العالمين. سامعاني يا حاجه؟ يا رب يا رب يا رب, يا رب. وربنا يحفظك يا رب ويزيدك من فضله يا رب. أيوة العالمين سمعين. وربنا يزيدكم من فضله يا رب العالمين. بس قولنا يا حاجة قولنا ليه اخترت اللي انت تعملي بير؟ انا عشان الرسول قال كده. افضل أيوة الرسول قال كده افضل الصدقات سقي الماء. نعم ايوه. انت متخيله يا حاجه ان انت لما تعملي الصدقه دي ان شاء الله تصل، بس خلي النيه دي مع حضرتك كده ان هي تكون لزوج حضرتك وليك انت كمان ولاولادك. ايوه يعني اعملي عده نوايا كده وتخيلي كل انسان الله. بيشرب من البير ده ان شاء الله، او اي انسان مار في الطريق، او حتى حيوان اعزكم الله طير اي حد. أيوة. حتى الارض اللي بتروى بالماء ده ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك وميزان حسنات زوجك باذن الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله الكنترول هيتواصل مع حضرتك ان شاء الله، وهنقول لحضرتك المقر فين بالضبط باذن الله تعالى، وربنا يتقبل منك. ولما يتعمل البير ان شاء الله المؤسسه تاخد حضرتك باذن الله وتروح تشوف البير باذن الله كمان ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله يا حبيبي. انا عايزه ادي لك الفلوس في ايدك انت. حاضر يا ماما حاضر. دي حاضر حاضر هتواصل مع حضرتك بعد الهوا. حاضر يا فندم حاضر. ربنا يكرمك يا حبيبة قلبي وربنا يرحمه رحمة واسعة يا رب ويتقبل يا رب. يعني جميلة. جزاهم الله خيرا يا رب العالمين. والله يا جماعة يعني احنا في الاخر هي مسؤولية عظيمة، واحنا في النهاية يعني ندل على الخير، ونسأل الله عز وجل ان يتقبل. وان كان انا سأكون انا المشرف على المسألة دي، فانا بايدي واسناني ان شاء الله لغايه لما البير ده يخلص إن شاء الله. وناخد الحاجه ان شاء الله ونخليها تشوف البير ونسلمها البير باذن الله تعالى. وطبعا كل القائمين على مؤسسه فذكر سمعنا وربنا ينفع بيكم يا رب، وده جهد مشكور. وان شاء الله هنلاقي اذان مصغيه اللي هيقول والله انا محتاج. لاني شوف يا استاذ دعاء بعيدا عن انا ما اعرفش التقارير اللي ممكن تزاع النهارده، لكن حالات كتيرة جدا. أوه. احنا محتاجين اعانات كتيرة جدا يا استاذة دعاء. الفقراء كتير محتاجين حالة زي حالات الستر الاسقف وما الى ذلك، محتاجين حالة زي المسجد عم الحج الراجل الطيب الجميل، محتاجين ناس تشارك، محتاجين اللي احنا نحط مدة ونقول احنا في خلال المدة دي لازم يكون المسجد تم بناءه والناس بتصلي فيه ونروح كلنا نصلي في المسجد وناخد الثواب
ونسأل الله أن يتقبل من الجميع يا رب العالمين. كذلك الأمر عندنا حالات مرضية زي حالة الطفل كريم، زي حالة الأخوين، حالات كثيرة جدا بتقوم بها وتنفذها مؤسسة فذكر، فجزى الله خير القائمين وجزى الله كل من أعان أو ساهم أو دل على الخير. تعال نشوف مع مشاهدينا الحاجة فريال ونرجع لكم. مش كل واحد بيتعب. تعبت. من أحب الأعمال إلى الله هو جبر الخواطر، وده اللي بتركز عليه مؤسسة فذكر. والنهاردة هنعيش حكاية نحاول نكبر فيها الخاطر بعد ما نعرفها. معانا حكاية الحاجة فريال. اسمك حلو قوي. الحمد لله. كم سنة حاجة فريال؟ 64 سنة. إيه بقى القصة بتاعتك؟ القصة بتاعتي إن أنا قاعدة على قد حالي. اتجوزت قبل كده؟ آه اتجوزت قبل كده وجوزي مات وقعدت. جوزك مات؟ اه. حملت منه؟ اه. حامل منه؟ ايوه. صح كده. اه. ابنك الكبير اللي عنده سنين. ايوه بس ما فيش مهله، هو ده بعد ربنا. تمام. اه. وبعد كده عملت ايه؟ وبعد كده طبعا طلعت اشتغلت وجريت على نفسي وقعدت باختي. اشتغلت ايه مثلا؟ هشتغل ايه يعني؟ اشتغلت عند ناس عشان نوكل نفسنا انا واختي. اه. في البيوت لما تعبت قعدت عندي سكر وعندي ضغط. تعبت من الشقة؟ تعبت. مش كل واحد بيتعب. تعبت قعدت بيها. الحمد لله. تعبك او ايه اللي وجعك يعني؟ اول ما جت سيرتي الشغل كده عيطت ليه؟ عندي غضروف في ظهري وقاعده ما بشتغلش. لما قلوب الخير تحن عليا بتديني. مين اللي بتحن لك؟ قلوب الخير، الناس اللي آه. بتسمع عن قصتك. اه قلوب الخير بيدوني. اه الحمد لله ربنا كبير. أنا دايما بنسمع جمله محدش بيبات من غير عشاء. لا الحمد لله. لو هناكل بمش بناكل، ناكل بجبنه بناكل. الحمد لله. هو ايه اكتر حاجة تعباكي في حياتك؟ والله زي ما انت شايف الظروف كده، والعيلة دي اجيب لها علاج وكده وقعدة بيها. علاجها بكم في الشهر؟ زي ما تقول ب300 ب500 حاجة زي كده. بتجيبهم منين؟ من عند الله، ربنا كبير. زي ما انت بتحن عليا غيرك بيحن عليا. يعني انت شايله حمل الاكل ليكي والايجار؟ احنا عندك شقه الح... اه 600 جنيه. 600. ما عندكش اي مصدر للدخل خالص؟ لا والله على عش السوق، والله اللي احسن من كل حاجه. وانا هكدب لا يعني عشان اه عشان الفلوس؟ لا. ايه اللي يخلي دموعك دي ما تنزلش تاني؟ والله اللي بيبقى معه قرش دموعه ما بتنزلش، بيبقى مبسوط ويجيب اللي هو عايزه. لكن لما تبقى قاعد ونفسك حتى تجيب فرخة، تجيب نص كيلو لحمة. خلاص احنا جايين النهاردة عشان نكبر بخاطرك، مش عشان ما تعيطيش. انا مش عايز دموعك. الحمد لله. والله ما هو مين اللي بعتنا هنا؟ مش ربنا؟ الحمد لله. هو اللي عرفنا ربنا بس. والله دلوقتي كل اللي بيشوفنا اكيد عارف ربنا. والله العظيم ربنا كبير. الحمد لله يا رب. توقفني بس على رجلي يا رب. الحمد لله. هتوقفي وهتبقى احسن من الاول، ودي اول مره ومش هتبقى اخر مره. الحمد لله. ربنا يكبر بخاطركم، ربنا يصلح حالكم ويخلي ولادكم وما يرمكمش في ضيقه. بحق جاه النبي، بحق الايام المفترجه يا رب. يا رب توسع على الناس كلها يا رب، ما تزعلش حد، بحق جاه النبي بس. والحمد لله كل اللي انا فيه ان اقول الحمد لله. مؤسسة تذكر واهل الخير بيقدموا لك حاجه بسيطه عشان تجفف دموعك دي. الحمد لله عشان نلاقيكي فرحانه. والله فرحانه، والله من ساعه شفتكم فرحانه. ربنا يبارك. والله فرحانه عشان انت ست جميله. يا رب يخليك، يا رب يخليك. الحمد لله. Thank you.
يعني تعليق أخير. جميل جدا جدا إن الحاجة ربنا يبارك فيها عندها حالة الرضا دي وعايش عشان كمان أختها مع كمية الشقاء والمعاناة اللي عاشتها. الحاجة التانية إن حد دلوقتي يعني التقرير ما قالش مؤسسة فذكر إدتها كام، بيدوها ظرف من باب الاحترام من باب كرامة الإنسان، لكن أنا عاوز أقول إن هو الإعانات اللي بدأت مؤسسة فذكر لبعض الأسر إن هي 1000 جنيه شهريا يا أستاذة دعاء، 1000 جنيه شهريا. وأنا بس عاوز أقول حاجة دلوقتي وإحنا في أثناء التقرير، أنا تواصلت مع مؤسسة فذكر بالنسبة للحجة ربنا يبارك فيها اللي هي عاوزة تتبرع بالبير، أول ما يتم استلام الفلوس بإذن الله تعالى إن شاء الله أول أسبوع بإذن الله بعد رمضان إن شاء الله يكون تم تنفيذ البير بإذن الله، والأسبوع اللي بعده يكون تم تصويره إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. ما شاء الله ربنا يتقبلني. الله يبارك فيك يا رب. ما شاء الله. طيب إحنا فقرتنا خلصت، هنطلع فاصل وخليكم معنا مشاهدين. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية، موضوع مهم جدا لكل مريض كلى وخصوصا مرضى الاحتلال الكلوي المزمن وكيفية تعاملهم مع رمضان والصيام. ربنا يشفيهم يا رب ويعافيهم ويعافي ويشفي كل مريض يا رب العالمين. أنا برحب بضيفنا دكتور عمرو خليفة، مدرس أمراض الكلى بكلية الطب جامعة كفر الشيخ ومدير وحدة الكلى بجامعة كفر الشيخ ودكتوراه البطنة والكلى جامعة الأسكندرية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا مدام دعاء، أنا مبسوط إن أنا معاك النهاردة بصور في البرنامج، وإن شاء الله كده تبقى أيامنا كلها أيام كريمة زي في الشهر الفضيل ده. آمين. كل سنة وحضرتك طيب ونورتنا في بيت دعاء. الله يقدر حضرتك اللي منورة دايما. احنا هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو موضوع طبعا لكل مريض كلى بنوجه كلامنا، بس احنا عايزين نعرف ولكل واحد خايف برضو انه يجيله مرض الكلى، فخلينا كده ايه نمشي مع حضرتك خطوة خطوة. اول حاجة احنا قلنا في المقدمة الاعتلال الكلوي المزمن، اللي هو ايه بقى معناها فسرها لنا دي. كلمة اعتلال كلوي مزمن دي بتتقال للإصابة اللي بتحصل في الكلى لمدة اكبر من 3 شهور، لان في حاجه اسمها الاصابه الكلويه الحاده اللي هي اكيوت كيدني انجري، دي بتحصل تدهور في وظائف الكلى حاجه حاده نتيجه مثلا مضاد حيوي مثلا غلط او مسكن او مثلا حصوه او عدوى في مجرى البول عمل التدهور في وظائف الكلى لحاجه مؤقته، مجرد ما السبب ده بيتم ازالته وظائف الكلى بترجع طبيعيه. انما الاعتلال الكلوي المزمن ده معناه ان حصلت الكلى اتاثرت اكتر من 3 شهور نتيجة مثلا الحاجات الشائعة زي مرض السكر، ارتفاع ضغط الدم، الأمراض المناعية زي الذئبة الحمراء، كل الحاجات دي، المسكنات طبعا بالفترات الطويلة يا مدام دعاء. دي هنقف عليها، عندها وقفة المسكنات دي. لأن في ناس كتير عايشة بالمسكنات. أيوة. فالمسكنات دي مشكلة. فلازم المسكنات تتاخد بحساب وبإرشادات طبية، لأن في ناس احنا بنشوفها بيحصل لهم كرونيك كيدني ديزيز أو اعتلال كلوي مزمن نتيجة ان هم بيستخدموا المسكنات دي لفترات طويله، وفجاه يلاقي نفسه ان هو مثلا عنده قصور كلوي من الدرجه الثالثه او الرابعه وهو ما يعرفش اي حاجه. يعني الادويه عموما هي اللي ممكن تعمل مشكله في الكلى ولا المسكنات؟ لا، اي دواء تحت ارشاد الطبيب دايما بنقول ان هو امن الى حد ما. انما المشكله ان المسكنات بالذات من اكتر الادويه اللي بتاثر على الكلى، فاحنا بنلاقي مثلا احنا بنسميها انالجيزيك ابيوز او استخدام خاطئ للمسكنات، ان مجرد مثلا واحد ياخد قرص مسكن يحس ان هو مرتاح يبقى هو ده الهابت بتاعته او عادته ان هو يوميا ياخد قرص او اتنين، لدرجه ان ممكن مع بعد 3-4-5 سنين او فتره تطول او تقصر يلاقي ان الكلى بتاعته وقفت تماما. وبنشوف مرضى غسيل كلى بتوصل لمرحله فشل كلوي، ربنا يحفظنا ويحفظ حضرتك، من استخدام المسكنات الكتير. ربنا يستر. طب بص يا دكتور، الادويه بقى، ما هو مثلا في ادويه الواحد بياخدها كل يوم زي ادويه القولون مثلا، زي اللي عندهم سكر، يعني في ناس لا عايشه على الادويه كل يوم. عامه ادويه السكر من اكتر الادويه الامنه على الكلى، بالعكس ده في ادويه دلوقتي طلعت بقى لها 3-4 سنين بنستخدمها في علاج السكر بتحافظ على الكلى، والفايده بتاعتها ايفن
بقت للعينين اللي ما عندهمش سكر، بنستخدمه في العينين اللي ما عندهمش سكر بس عندهم اعتلال كلوي. طول ما الدواء بيبقى بنستخدمه عن طريق الطبيب يبقى ان شاء الله الدنيا تبقى امنه. ادويه القولون بقى بسال لا عشان نفسي القولون. لا ادويه القولون ان شاء الله امنه على الكلى ان شاء الله. الفيتامينات احنا مثلا بناخد برضو يعني متعودين ناخد فيتامينات من دماغنا. لا الفيتامينات عمال على بطال من اكتر الحاجات اللي ممكن تضر الكلى، لان العادي الاكل العادي اللي احنا بناكله في يومنا في خلال ال 24 ساعه ده بيبقى كفايه جدا ان هو يدينا المعادن والفيتامينات اللي تكفي الجسم، انما بقى في هابت كده عندنا ان لازم قرص الفيتامين. وعلى فكره حتى ايفن العيانين لما بيجوا في يا دكتور انت كتبت لي الفيتامين، وهي دي مشكله، مش كل الفيتامينات دي لو عندك نقص من حاجه معينه دي اللي ممكن تتضاف. زي مثلا مرضى السكر بيبقى ممكن عندهم نقص في فيتامين ب او حاجه او انسون، انما غير كده لا، كتر الفيتامينات لا طبعا. طيب نرجع بقى ايه لمرضى الكلى. مريض الكلى مين فيهم يقدر يصوم رمضان ومين لا؟ السؤال ده بقى مهم جدا. لان الصيام من اكتر الحاجات اللي بتاثر على وظائف الكلى. عشان الميه؟ علشان الميه، وخصوصا ان فترات الصيام دلوقتي بتعدي ال 14 او ال 15 ساعه. فاحنا في معادله كده دكاتره الكلى بتحسبها اسمها الاستيميتد جلوميرولر فلتريشن ريت، او بالعربي معادله الترشيح الكبيبي للكلى، معدل الترشيح الكبيبي. دي بتتحسب عن طريق بنحط في المعادله سن العيان ووزنه وتحليل الكرياتينين بتاعه، وساعتها بيطلع رقم كده بحدد العيان ده في انهي ستيج او في انهي مرحله في قصور الكلى. بتتقسم لخمس مراحل من اول ستيج 1 لستيج 5. اول مرحلتين 1 و2 ممكن يصوموا، 4 و5 غير محبذ ليهم الصيام. ستيج 3 او المرحله الثالثه ممكن يصوم بشوية تعليمات دقيقة ومتابعة دقيقة. إن هو الفترة اللي ما بين فترة الإفطار وفترة السحور، الفترة دي يبقى فيها سوائل كويسة ويشرب ماء كويس، ونخلي بالنا من الأكل خصوصا في رمضان في أكل معين كده غير محبذ لمرضى الكلى بالذات. أول ما بندي العيان instructions أو تعليمات الصيام لازم نقوله إن من الفطار للسحور يبقى فيه سوائل كتير، بالإضافة إن أنت ما تعملش مجهود جامد ولا مجهود بدني عشان ما يحصلش تعرق ويفقد سوائل كتير عن طريق الجلد اللي احنا بنسميها الانسنسبل لاس، اللي هو حتى ممكن ما ياخدش باله منها، إن هو يقعد مثلا في مكان رطوبة عالية أو يعمل مجهود عنيف، كل ده ممكن يخلي إن يحصل تدهور في وظائف الكلى. عشان كده مريض الكلى لازم يصوم بالانستراكشنز أو بتعليمات معينة من الطبيب المعالج ليه. طيب يعني اللي هيصومه بقى اللي خلاص الدكتور قال له صوم، ايه الحاجات اللي لازم يلتزم بيها في رمضان؟ الحاجات اللي لازم يلتزم بيها اول حاجه ادويته، ادويه ياخدها بالتزام. تاني حاجه شرب السوائل زي ما اتفقنا من الافطار للسحور تكون بالكميه المناسبه لحالته. تالت حاجه يتجنب اي حاجه قد تؤثر على وظائف الكلى زي المسكنات خصوصا في رمضان. رابع حاجة يخلي باله من الأكل اللي ممكن يرفع البوتاسيوم زي ما اتفقنا، زي العصاير وزي الفاكهة المجففة وزي المكسرات. خامس حاجة كل أسبوع يتابع بيعمل وظائف كلى، وأي تأثر في وظائف الكلى لازم يراجع الطبيب المعالج بتاعه. إمتى بقى في رمضان وهو صايم لازم يروح للدكتور؟ لو حصل ايه؟ ده سؤال مهم جدا. لو ابتدى العيان يحس ان كمية البول قلت، او لون البول اتغير، او طبيعة البول مثلا في حرقان زيادة او في ترسبات نزلت، دي لازم يتوجه للطبيب المعالج بتاعه على طول. او من الناحية التانية ان حصل تورم في جسمه، ان الكلى ابتدت مثلا ما تشتغلش كويس، ان ابتدى جسمه يتورم يعني الجسم بيجمع مية زيادة، او ابتدى يبقى فيه قيء مستمر. قيء مستمر دي ممكن تكون من العلامات الايرلي او العلامات اللي في الاول لارتفاع نسبه البولينه في الدم، او لو حصل صعوبه في التنفس ان ابتدى يبقى في النفس بتاع العيان تعبان، ممكن دي تبقى مثلا في ميتابوليك اسيدوزيس او حموضه في الدم نتيجه تدهور وظائف الكلى، فلازم يراجع الطبيب المعالج بتاعه. طيب بالنسبه بقى للانسان الطبيعي خلاص مش مرضى الكلى في رمضان، حضرتك تنصحهم بايه؟ يعني تنصح شرب الميه ايه؟ الفطار يبقى على ايه؟ في ناس بتفطر على عصير، حضرتك دلوقتي كنت بتحذر من البوتاسيوم المركز في العصاير بتاعه رمضان او كذا.
طيب يفطروا على عصير او اللي هو يميش رمضان والحاجات دي، ولا الفطار يبقى على ايه، والميه تبقى قد ايه من الفطار للسحور؟ اول حاجه بالنسبه للواحد للفرد العادي الغير مصاب باي قصور كالوي، في انستراكشنز او التعليمات العاديه اللي هي تحميه على المدى البعيد انه يحصل له تدهور في وظائف الكلى، زي ان هو لو مريض سكر او ضغط يخلي باله من سكره وضغطه ويعالجهم، يتجنب المسكنات زي ما اتفقنا. شرب السوائل دي من اهم الحاجات اللي مهضوم حقها جدا 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 جدا. في ناس تيجي تقول انا ربنا خالقني ما بشربش ميه، لا ما فيش حاجه اسمها كده. لا ما فيش حاجه اسمها كده. شرب السوائل دي من اهم الحاجات، دي البنزين بتاع الكلى، دي البنزين بتاع الكلى. شرب السوائل في رمضان بالذات، خصوصا ان في ايام مثلا بتبقى حر، شرب السوائل من 2 ل 3 لتر لاي فرد لازم. هو كتير؟ لا مش كتير. مش كتير والله، لا بس دي ممكن بقى ينوعها ما بين العصاير والميه، بس الافضل تبقى ميه. تبقى ميه. وطبعا احنا على سنه النبي عليه الصلاه والسلام احنا بنفطر على التمر. بالنسبه لمرضى قصور الكلى، احنا زي ما اتفقنا ان في حاجات بترفع البوتاسيوم فدي غير محبذه او بكميات كبيره، زي مثلا الحاجات المجففه، فلو هيشرب مثلا ياخد مثلا تمرايه وشويه كده لبن صغيرين، وده لو هيكمل على صيام يعني ان شاء الله. اصل في مثلا برضو الناس بتفطر على الخشاف ده، هو بيبقى فيه تمر بلح، بس بيبقى فيه كل الحاجات المجففه الثانيه دي بتاعت اليميش. لو قصور كلى الحاجات دي غير محبذه ليه تماما. انما لو واحد بقى يعني حد ما عندوش اي مشاكل في الكلى ممكن يفطرها، بس طبعا واعتدلوا يعني الكميه تبقاش بالضبط. طيب احنا عايزين يا دكتور حضرتك كده ايه تدينا نصيحة اخيرة في نهاية الحلقة، يعني نصيحة لمريض الكلى في رمضان ونصيحة للانسان الطبيعي في رمضان. طيب بالنسبة لمريض الكلى في رمضان، رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، اتبع ارشادات الطبيب. لما الدكتور يقول لك افطر رمضان ده، هو مش اكيد مش عايز يشيل وزن، بس هو عارف ان الصيام ممكن يكون خطر عليك. فلما الطبيب يقول لك ما تصومش يبقى ما تصومش واتبع التعليمات. لو الطبيب قال لك صوم وبعد مثلا اسبوع او 10 ايام تراجعه، ده بيقول لك تراجعه علشان يقيم وضعك وهل ينفع تكمل صيام ولا لا. التغذية لمريض الكلى لازم ياخد باله من البروتين الحيواني والحاجات اللي بترفع البوتاسيوم في رمضان. شرب السوائل تاني لمريض الكلى من أهم الحاجات، خصوصا أن فترة الصيام بتعدي 15 ساعة. بالنسبة للناس اللي ما عندهاش أي مشاكل في الكلى، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. أهم حاجة مريض السكر يظبط سكره، مريض الضغط يظبط الضغط بتاعه. لازم نتجنب الكميات الكبيرة من المسكنات والأدوية من غير أي إرشادات الطبيب، وشرب السوائل، وربنا كده إن شاء الله يحفظنا ويحفظ حضرتك دايما يا مدام دعاء، ونشوفك دايما. أمين يا رب. أمين. شكرا يا دكتور، نورتنا، ربنا يكرمك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة والصحة والسلامة، ودايما كده نشوفكم على خير، ونبقى دايما ضيوف كده عندكم في بيت دعاء، ودايما عامر يعني. أهلا وسهلا، وشكرا لكل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله.